السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم أنا الأستاذ أحمد الطيف في حصة تدريب على المقال الأدبي موجه لتلاميذ السنة الأولى ثانوي فيما يتعلق بمحور القصة القصيرة أو ما يسمى بالأقصوصة. نشرع إذن بقراءة الموضوع المقترح، ومن ثم سنحلل هذا الموضوع تحليلا كاملا مع الإشارة إلى نصائح وتوجيهات منهجية. طبعا إن كنت غير مشترك بالقناة تفضل بالاشتراك بالقناة لدعمنا ومن أجل مواصلة مسيرة دعمكم فيما بقي لكم من سنوات دراسية إلى حدود البكالوريا بإذن الله. كذلك أرجو منكم نشر هذا المقطع لتعم الفائدة والمنفعة ودعوة أصدقائكم لمتابعتنا. نشرع إذن بقراءة الموضوع. تعد الأقصوصة أفضل أشكال التعبير التي تطرح قضايا الإنسان الاجتماعية والأخلاقية بفضل خصائصها الفنية المتنوعة والأسلوب الطريف الذي يشد القارئ. توسع في هذا القول مبديا رأيك فيه، مبينا أهم القضايا الاجتماعية والأخلاقية وكاشفا عن خصائصها الفنية وأسلوبها الطريف، مدعما بشواهد مما درست أو قرأت من أقاصيص. إذن أعيد قراءة الموضوع. تعد الأقصوصة أفضل أشكال التعبير التي تطرح قضايا الإنسان الاجتماعية والأخلاقية بفضل خصائصها الفنية المتنوعة والأسلوب الطريف الذي يشد القارئ. توسع في هذا القول مبديا رأيك فيه، مبينا أهم القضايا الاجتماعية والأخلاقية وكاشفا عن خصائصها الفنية وأسلوبها الطريف، مدعما بشواهد مما درست أو قرأت من أقاصيص. إذن نمر إلى المرحلة الأولى من مراحل هذا العمل، ألا وهي مرحلة الفهم والتفكيك. جاءك موضوع بهذا الشكل، فماذا تفعل؟ أولا تبدأ بمرحلة الفهم والتفكيك. حذاري ثم حذاري من عدم العمل وفق هذا التمشي. رجاء حاولوا اتباع هذا التمشي كي تحصل على عدد جيد في المقال الأدبي. إذن أولا قلنا مرحلة الفهم والتفكيك. نبدأ بالمرحلة الأولى من مراحل الفهم والتفكيك، وهي قراءة الموضوع أكثر من مرة. عليك أن تقرأ موضوعك أكثر من مرة لكي تستوعب ما ورد فيه ولكي تتمكن من تذليل بعض الصعوبات. إذا سأعيد القراءة مرة أخيرة. تعد الأقصوصة أفضل أشكال التعبير التي تطرح قضايا الإنسان الاجتماعية والأخلاقية بفضل بفضل أسلوبها الفني الطريف، بفضل خصائصها الفنية المتنوعة والأسلوب الطريف الذي يشد القارئ. توسع في هذا القول مبديا رأيك فيه، مبينا أهم القضايا الاجتماعية والأخلاقية وكاشفا عن خصائصها الفنية وأسلوبها الطريف، مدعما بشواهد مما درست أو قرأت من أقاصيص. قرأت موضوعك أكثر من مرة، الآن تشرع بتفكيكه. كيف أفكك الموضوع؟ علي أن أبين المعطى والمطلوب، تحديد المعطى والمطلوب. من أين ينطلق المعطى إلى أين؟ يعني أين بداية المعطى وأين نهايته؟ جيد جدا، هذه هي بداية المعطى وهذه هي نهايته، وهذه هي نهاية المطلوب وهذه هي بدايته. إذن المعطى هو ما قدم لي من معلومات، والمطلوب ما طلب مني إعداده في هذا العمل. واضح؟ المطلوب ما طلب مني إنجازه، والمعطى هو ما قدم إلي. إذن المعطى هذا، المطلوب هذا. بعد أن حددنا المعطى والمطلوب، علينا أن نبين نوع كل منهما، نوع المعطى ونوع المطلوب. إذن تحديد نوع المعطى. تعد الأقصوصة كذا وكذا، لا يوجد لا نفي ولا إثبات ولا يوجد أي أسلوب من الأساليب، مثلا أسلوب الحصر أو أسلوب الاستثناء أو غيرها أو الإضراب، هذه كلها غير موجودة. فقط إذن تعد، وكان أسلوب خبري عادي، جملة خبرية عادية. إذن نحن إزاء موضوعا نوعه حسب المعطى تقريري. تحديد نوع المطلوب. لاحظوا معي في المطلوب، توسع في هذا القول مبديا رأيك فيه، مبينا فعل أول، كاشفا فعل ثان، مدعما فعل ثالث. إذن هنالك طلب التوسع، طلب إبداء الرأي،
طلبوا أن تبين أهم القضايا، وهذه كلها إذن هي العناصر، هذا عنصر وهذا كذلك عنصر، إذن هذان عنصران. أنا كمدرس لغة عربية وهنالك زملائي كثيرون من يقومون بهذا بهذه الطريقة، يعني من أجل تقريب صورة العناصر للتلاميذ. الجديد في هذا العمل هو نوع الموضوع الذي ورد جدليا. كلمة أول مرة ربما تسمعونها، ما معنى جدل؟ أنتم الآن في السنة الأولى ثانوي، يعني مطالبون بموضوع تحليلي لا غير، لكن في آخر فرض من فروض السنة، يعني الفرض التأليفي الثالث، يخير للأستاذ أن يطلب منك إبداء الرأي أو إبراز موقف، وهذا إن طلب منك هذا فإنك طلبت بمقال جدلي، خرجت من المقال التحليلي إلى إعداد مقال جدلي تهيئة لك لإبداء الرأي في المرحلة المقبلة، ألا وهي السنة الثانية ثانوي. واضح؟ فالمقال جدلي، لماذا؟ لأن طارح الموضوع أي الأستاذ طلب التحليل مع إبداء الرأي والدعم. واضح؟ يعني تحليل وإبداء للرأي، هذا يسمى موضوع جدلي. واضح؟ سنتحدث ما معنى إبداء للرأي. واضح؟ فلن نعسر ولن نصعب هذه المسألة، الأمر بسيط للغاية، فقط قليل من التركيز لا أكثر ولا أقل. يمكن أن يأتيك الموضوع تحليلي فقط، يعني أنت ستستفيد من هذا العمل استفادة جيدة بإذن الله. بعد أن قرأت موضوعك تسطر وتلون الكلمات المفاتيح، تعد الأقصوصة لوناها أفضل أشكال التعبير، إذن هنالك تفضيل للأقصوصة على بقية الأجناس الأدبية. لماذا؟ هذه الأقصوصة التي تطرح قضايا الإنسان، إذن الأقصوصة تعبر عن قضايا الإنسان، فصل الاجتماعية والأخلاقية، وكأنه لدينا إذن عنصر أول قضايا التي تطرحها الأقصوصة الاجتماعية، عنصر فرعي أول، وعنصر فرعي ثاني الأخلاقية. بفضل، لماذا الأقصوصة تعد أفضل أشكال التعبير؟ بفضل خصائصها الفنية المتنوعة، عنصر فرعي أول في العنصر الفرع الثاني، عنصر جزئي إذن أول، وعنصر جزئي ثاني هو الأسلوب الطريف. لاحظوا الموضوع فيه عنصران كبيران في التحليل، وفي كل عنصر عنصران جزئيان، إذن يتفرع الموضوع. رجاء عند قراءة الموضوع اقرأوا موضوعكم جيدا، لأنه في المجمل تكون المواضيع مبنية بهذا الشكل، يعني عنصر كبير وفيه عناصر فرعية، فرجاء حذاري ثم حذاري من مثل هذه المواضيع. عليكم أن تقرأوا الموضوع قراءة متمعنة، قراءة غاية في الدقة وغاية في التركيز. المطلوب توسع، إذا أنت ستتوسع في البحث عن قضايا الإنسان الاجتماعية والأخلاقية، ستتوسع في خصائص الفنية للأقصوصة، وستتوسع في الأسلوب الطريف الذي يشد القارئ. كذلك ستبدي رأيك، إلى أي حد هل أن الأقصوصة عبرت فقط عن القضايا الاجتماعية والأخلاقية؟ هل إلى أي حد كان أسلوب الأقاصيص كلها أسلوبا طريفا؟ هذا يعني أسئلة ستبدي حولها رأيك. مبينا، هنا إذن وجهك مباشرة إلى العناصر التي ستشتغل عليها، ألا وهي إذن القضايا والخصائص الفنية والأسلوب الطريف طبعا، ولا تنسى تدعيم بشواهد، وفي هذا الموضوع سوف تدرك كيف توظف الشواهد في المقال الأدبي، خاصة في مقال يتعلق بالأقصوصة. نمر إلى المرحلة الموالية من مراحل العمل، وهي تحديد عناصر الموضوع. عليك أن تحدد عناصرك لتعرف مخططك بعد حين. إذا العنصر الأول هو فيما يسمى بعناصر التحليل، أولا القضايا الاجتماعية والأخلاقية التي عبرت عنها الأقصوصة، ثانيا الخصائص الفنية المتنوعة التي تتفرد بها الأقصوصة مع الأسلوب الطريف. العنصر الثاني من العمل وهو إبداء الرأي. إبداء الرأي طبعا لا يكون مطولا، وإنما إذن أقصر من التحليل بكثير، مقارنة بمصطلح آخر سوف يتعرض إليه أهل الآداب
في السنة الثانية ثانوي. إذن ما يسمى بالنقاش، وهذا طبعا لا يعنيكم كشعب علمية لمن سيتوجه شعب علمية. ما يهمني في المرحلة الحالية هو إبداء الرأي، يعني إبراز موقف وإظهاره. إذن إبداء الرأي في عناصر التحليل، وسألنا أسئلة قبل قليل متعلقة بهذا. إذن حددت عناصرك، اطرح الإشكاليات. عندما نقول طرح إشكاليات فإنك هذا يتطلب صياغة الإشكاليات، مهارة خاصة من جهة حسن انتقاء أداة الاستفهام وحسن بناء السؤال الإشكالي الذي سيكون أو سيكون الجوهر، أي التحليل وإبداء الرأي. وهذا إذن يتطلب كما قلنا، هذا التحليل وإبداء الرأي هو عبارة عن إجابة عن الأسئلة التي طرحت أو الإشكاليات التي طرحت، إجابة مفصلة ومدعمة، وإذن فيها إبداء للرأي. من أدوات الاستفهام نستعمل كيف، هل، فما هي، ففيما تتمثل، أين تتجلى، ما هي مظاهر، وسؤال إبداء الرأي نستعمل عبارة إلى أي مدى يصح هذا القول مثلا. نطرح الإشكاليات، ففيما تتمثل القضايا الاجتماعية والأخلاقية التي عبرت عنها الأقصوصة، وأضع نقطة الاستفهام. نقطة ثانية، وما هي الخصائص الفنية والأسلوبية، أو وما هي الخصائص الفنية والأسلوب الطريف اللذين تفردت بهما، نقطة استفهام. وإشكالية النقاش، أو إشكالية عذرا إبداء الرأي لونتها باللون الأحمر، وإلى أي حد يصح هذا القول. طرحت ثلاثة إشكاليات، إذن عملي كيف سيكون؟ سيكون إجابة عن ثلاث إشكاليات كذلك. فلا أسأل سؤالا ولا أجيب عنه، ولا طبعا أجيب عن شيء لم أسأل عنه. ملاحظة أخرى، أن كل إشكالية من هاتين الإشكاليتين ما بها تنقسم إلى عنصرين فرعيين. فالإشكالية الأولى ستتعلق بالقضايا، واحد الاجتماعية، اثنين الأخلاقية. الإشكالية الثانية ستتعلق بالخصائص الفنية، واحد، والأسلوب الطريف، اثنين. واضح؟ هذا هو التبويب وهذا هو التقسيم الذي يبين مدى وعي وإدراك التلميذ لمسألة التحليل والمقال الأدبي. نمر إلى المرحلة الموالية من العمل، ألا وهي كالتالي: جمع أفكار وشواهد العناصر. تحاول على المسودة أن تقوم بجدول وتجمع الأفكار والشواهد لكل عنصر من العناصر، سواء عناصر التحليل أو عناصر إبداء الرأي. ثانياً، روماني بعد مرحلة الفهم والتفكيك تمر إلى مرحلة التصميم والتخطيط. ماذا أعني بمرحلة التصميم والتخطيط؟ أعني أنه عليك أن تتبلور في ذهنك صورة المقال الأدبي، عليك أن ترسم في ذهنك، في مخيلتك، ذلك الرسم الذي دائماً ما أشبهه بالإنسان كما قلت، رأس، صدر، بطن، وأقدام. هذا هو الشكل أو هذا هو بناء المقال الأدبي، ينبغي أن لا تنساه البتة، ولا ينبغي عليك أن تنسى كذلك الملاحظات المنهجية المتعلقة بكل مرحلة من هذه المراحل. عندما نتحدث عن مقال أدبي فإننا نتحدث عن ثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي مرحلة المقدمة، المرحلة الثانية هي مرحلة الجوهر، والمرحلة الثالثة هي مرحلة الخاتمة. أما مرحلة المقدمة فتنطلق أو فتبنى وفق التمشي التالي. لاحظوا أنني جعلتها مثلثا مقلوبا، قاعدته في الأعلى ورأسه في الأسفل، وهذا مقصود، لأننا نبدأ المقدمة بانفتاح مقدمة عامة، ما يعتبر بالتمهيد أو المدخل أو التأطير للموضوع. في هذا المدخل أو المقدمة العامة ينبغي علينا أن نتجنب التأريخ، وينبغي علينا أن نتجنب الأحكام المسبقة. متى أصوغ التصميم أو التخطيط؟ بعد أن أصوغ إشكالياتي، وبعد أن أجمع الأفكار والشواهد للعناصر. واضح؟ فحينها تستطيع أن تصوغ المقدمة، سواء كانت العامة أو الخاصة أو غيرها. واضح؟ أنت الإشكاليات طرحتها، الآن فقط تحتاج إلى مقدمة عامة، بما أن المقدمة الخاصة موجودة على ورقة الامتحان. طبعا مسألة حفظ المقدمات هذه إنها مسألة خاطئة كليا.
ماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن تحفظ، تقول لي يعني كيف أستاذ سأتحصل على عدد جيد؟ كيف سأستطيع أن أبني مقدمة عامة وأنا لم أحفظ شيئاً؟ بلى، تستطيع أن تحفظ، لكن ماذا ستحفظ؟ أحفظ مجموعة من الأفكار، أفكار حول مقدمات، مثلاً تستطيع أن تضع في ذهنك الآن قضية نشأة الأقصوصة، نشأة الأقصوصة في العالم العربي، هذه تستطيع أن تمهد بها، بعد هذه فكرة ضعها في ذهنك، ثم الصياغة تصوغها بناء على ما ورد في موضوع الامتحان. كذلك يمكن أن تضع فكرة أخرى، ألا وهي تعدد الأجناس الأدبية عند العرب، منها ما هو تراثي تقليدي كالنوادر والمقامات وطبعا الأخبار، وما هو حديث أو مستورد أو هو نتاج تأثر بثقافات أخرى، ومن ذلك طبعا الروايات والأقاصيص، وبعدها تدمج موضوعك. واضح؟ المقدمة الخاصة إذن هي إدماج للموضوع بعبارته أو بعادة صياغته صياغة فنية دون المساس بالمعنى. طبعا الانتقال من المقدمة العامة إلى المقدمة الخاصة ينبغي أن يكون انتقالا سلسا ومنطقيا، فيجب أن يكون هنالك ترابط بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. بعد أن أدمجت موضوعك عليك أن تمر إلى طرح الإشكاليات. طرح الإشكاليات، إذن سبق وأن صغنا الإشكاليات، الآن سأكتبها لا غير. بعد المرحلة، مرحلة النظر في المقدمة، أنظر في الجوهر. الجوهر في هذا الموضوع سيتكون من تحليل ونقاش أو إبداء الرأي، وكلمة النقاش هذه لن أتحدث عنها، وإنما سأتحدث عن إبداء الرأي. تلاحظون أنني جعلت من مثلث التحليل بخط سميك، بينما مثلث إبداء الرأي جعلته بخط متقطع. لماذا؟ لأن بعض المواضيع فقط التي ترد ذات صياغة، عذرا، إذن بعض المواضيع فقط التي ترد ذات صياغة جدلية، ليست كل المواضيع. يعني أنت الآن ربما ستجتاز فرض التأليفي موضوعا تحليليا، لا يطلب منك الأستاذ أن تبدي رأيك، لكنني أنا طلبت منك ذلك لكي تتهيأ إلى السنة المقبلة، ألا وهي سنة الثانية ثانوي، والتي فيها سوف تتعرض إلى إبداء الرأي وإلى النقاش. وهذا يرجعك عزيز التلميذ إلى ماذا؟ إلى مرحلة السابعة أساسي التي كنت تدرس فيها النص. ماذا؟ النص السردي. في نهاية السنة إذن درست الوصف، أنتجت نصا سرديا يتخلله الوصف، يعود بك كذلك إلى السنة الثامنة أساسي التي كنت تدرس فيها النص الوصفي، لكنك في نهاية السنة درست جانبا من الحجاج، فأنتجت نصا وصفيا يتخلله الحجاج. وكذلك الشأن يعود بك إلى السنة الماضية، ألا وهي السنة التاسعة أساسي، التي ماذا رأيت فيها؟ التي رأيت فيها النص الحجاجي، وبعده إذن رأيت إبداء للرأي في نهاية السنة. هذا هو ما يحصل إذن فيما يتعلق بالمنهج، يعني هي عمليات تهيئة كما قلنا. أعود، إذن هذا الموضوع سيكون فيه الخطان سميكان، خط التحليل وخط إبداء الرأي. أما التحليل إذن فقد يبنى على عنصرين أو أكثر، لا يمكن أن تجد في التحليل عنصرا واحدا، هذا شيء مستحيل، وإنما تجد عنصرين أو أكثر، وقد يكون هذا العنصر أو عنصر من هذه العناصر مقسما إلى أو يحتاج إلى تفكيك أو تفكيكا إلى عناصر فرعية. وهنا تكمن الحكمة، وهنا تكمن فطنة التلميذ، وهنا مربط الفرس، هنا هو هذه هي مرحلة كسب العدد. متى كنت يقظا، متى كنت فطنا، متى كنت واعيا قادرا على تفكيك عناصرك الرئيسية أو العناصر الكبرى إلى عناصر فرعية، حينئذ تتمكن من الحصول على عدد. عندما أقول عناصر فرعية فإنني أقول أنه لكل عنصر تأليفه الجزئي، وهذا أيضا يكسبك العدد الجيد. واضح؟ يحسن في التحليل ما يلي،
تسلسل الأفكار، هذا شيء ضروري، تسلسل في الأفكار وحسن ربط بينها، سلامة وسلاسة في اللغة، حسن انتقال، توظيف أدوات ربط متنوعة، جمالية الأسلوب، توظيف علامات التنقيط، وكذلك الدعم بشواهد مضبوطة وشواهد دقيقة تدعم ماذا؟ تدعم الأفكار. الشاهد يرد بعد الفكرة، لماذا؟ لأنه هو عبارة عن كونه حجة، وهو حجة شاهد قولي، ستدعم بها فكرتك. فلا تأتي بالشاهد ثم تأتي بالفكرة، ولا تأتي بالشاهد من ثم تمضي في تحليله، فهذا خطأ شائع، وهذا خطأ فادح وخطير جدا، إذن يمكن أن يسلبك العدد. فحاول عزيزي التلميذ أن يكون التحليل تحليلا منطقيا ينطلق من الفكرة وصولا إلى دعمها بالشاهد أو الحجة، بعدها تمر إلى إبداء الرأي، وبعدها تمر إلى تأليف ستؤلف فيه تأليف كلي، ستؤلف فيه بين التحليل وإبداء الرأي. ما معنى تأليف؟ أنا أبسطها دائما للتلاميذ بقوله هو توليف. ما معنى توليف؟ ولفت القلوب، أي حاولت أن أجد رابطا مشتركا، حاولت أن ألين هذا وذاك وكأنهما متخاصمان، وأنا ماذا فعلت؟ جئت لأقرب وجهة النظر بينهما. هذا هو الشأن بالنسبة للتأليف بين التحليل والنقاش. لنفترض أن الموضوع لم يكن فيه ماذا؟ لم يكن فيه إبداء للرأي، كان موضوعا تحليليا فقط، فهل سأقوم بتأليف كلي؟ أكيد جدا، ستقوم بتأليف جزئية، وهي تأليف جزئية إذن بين العناصر، عناصر التحليل. والتأليف الكلي هو إذن عنصر، تأليف الجزئية هي بعد كل عنصر حللته، أما التأليف الكلي فهو تأليف تحاول أن تجد فيه رابطا مشتركا بين من ومن، بين العنصر الأول والعنصر الثاني، أو أكثر من عنصر من عناصر التحليل. أما إن كان موضوعك مثل هذا الموضوع أي جدلي، فإنك مطالب بقيام بتأليف تؤلف فيه وتولف فيه بين قلبي التحليل وإبداء الرأي. هذا هو الجوهر. إذن بعد الجوهر نمر إلى الخاتمة، وتلاحظون أن بناء الخاتمة متناقض أو عكس بناء المقدمة، لأنه هرم أو مثلث هرمي، بناء هرمي، رأسه في الأعلى وقاعدته في الأسفل، لأننا في الخاتمة سننطلق من موضوعنا ونخرج لنفتح الآفاق. فتبنى الخاتمة بناء ثلاثيا شأنها شأن المقدمة، وتكون كالتالي: الخاتمة إذن الخاصة وفيها أهم النتائج المتوصل إليها في التحليل والنقاش، الخاتمة العامة وفيها خروج عن الموضوع الأصلي إلى مواضيع أخرى متعلقة بالأقصوصة مثلا، ثم فتح الآفاق بطرح سؤال لم تجب عنه في التحليل، طرح سؤال إشكالي يمكن أن يكون منطلقا لماذا؟ منطلقا لموضوع آخر. هذا هو إذن التخطيط أو التصور، تصور العمل. الآن نمر إلى المرحلة الموالية بعد مرحلة الفهم والتفكيك ومرحلة التخطيط والتصور، الآن نمر إلى مرحلة التحرير. أولاً تحرير المقدمة. أنت إذن سبق وأن جمعت الأفكار والشواهد وقمت بصياغة الإشكاليات، والآن سوف تبدأ في تطبيق الكتابة الأدبية بناء على ذلك التصور الذي رأيناه قبل قليل. إذن تحرير المقدمة، اقترحت عليكم هذه المقدمة والآن سأصوغ لكم جوهرا كاملا، تحريرا كاملا. إذن لقد أدى الانفتاح على الثقافة الأوروبية إلى تطور واضح شهده الأدب العربي، وذلك من خلال ولادة بعض التيارات الفكرية والأجناس الأدبية التي لم يكن لها وجود لولا عملية التلاقح التي كان للترجمة دورا بارزا في تحقيقها. ومن هذه الأجناس نجد الأقصوصة التي بدأت محاكاة ثم أضحت إبداعا عربيا صرفا. وتعد الأقصوصة ماذا تلاحظون الآن؟
لاحظوا الربط، إذن هنالك ربط بين من ومن؟ بين هذه المقدمة العامة، هذا التمهيد، وماذا؟ والموضوع. إذن لاحظوا، وتعد الأقصوصة أفضل أشكال التعبير التي تطرح قضايا الإنسان الاجتماعية والأخلاقية بفضل خصائصها الفنية المتنوعة والأسلوب الطريف الذي يشد القارئة. لاحظوا أنني أعدت الموضوع كما هو، ولكنني ربطته بماذا؟ بالمقدمة العامة، فكان هنالك انتقال سلس، انتقال جيد، ربط، وإذا حسن انتقال من هذا إلى ذاك، وهذا هو المطلوب الذي سيكسبك العدد. بعد أن أدمجت موضوعك تحصلت إذن على نقطة أولى فيما يتعلق بالمقدمة العامة، نقطة ثانية فيما يتعلق بإدماج الموضوع. الآن طرح الإشكاليات وهو على نقطة، لاحظوا ففيما، لاحظوا أنني استعملت حرف الاستئناف الفاء، لماذا؟ لكي يكون عملي دائما مترابط، فأربط الإشكاليات بالمقدمة بواسطة حرف فاء، وكأنني الآن سأفترض أو سأتساءل هذه التساؤلات التي سأبني على ضوئها جوهري. ففيما تتساءلون، لماذا الماء هكذا كتبت؟ لماذا لم تكن الماء يعني كعادتها؟ نعم، لا تكتب الماء كعادتها لأنها في صيغة استفهامية. فيما، على ما، ودرستم ذلك في الشعر الوطني. إلى ما كذلك، وهكذا دواليك الميم تجزم في صياغ الاستفهام. ففيما تتمثل القضايا الاجتماعية والأخلاقية التي عبرت عنها الأقصوصة، وأضع نقطة الاستفهام. رجاء المقدمة ينبغي أن تكون بهذه البنية، هذا الشكل. تعود إلى السطر، تضع مطة أولى، إذن أداة استئناف تربط بها، ثم تطرح سؤالك وتضع نقطة الاستفهام. بعدها أعود إلى السطر، مطة، وما هي الخصائص الفنية والأسلوب الطريف اللذين تفردت بهما؟ لاحظوا أنني استعملت ماذا؟ استعملت أداة استفهام أخرى، فنوعت من أدوات الاستفهام، وهذا أيضا هو المطلوب. فلا تكتفي في طرح إشكالياتك بأداة واحدة، حاول أن تحسن انتقاء الأدوات وأن تنوع فيها. وإلى أي مدى يصح هذا القول؟ لاحظوا أنني طرحت إشكاليتين لمن؟ إشكاليتين للتحليل وإشكالية النقاش أو إبداء الرأي، عذرا، إشكالية إبداء الرأي. وإشكالية إبداء الرأي هذه يمكن إن جاءكم الموضوع موضوعا جدليا، يعني طلب منك الأستاذ أن تبرز موقفك أو أن تبدي رأيك، فإنك أنصحك بطرح هذا السؤال كما هو، إلى أي مدى يصح هذا القول؟ اسأل أسئلة الجوهر وبعدها اسأل سؤال إبداء الرأي. لمن يشعر وكأنه مضطرب إلى حد ما فيما يتعلق بإبداء الرأي، يمكنه أن ينسى مسألة إبداء الرأي ويتصور أنني إزاء موضوع تحليلي لا أكثر ولا أقل. واضح؟ إذن نمر إلى المرحلة الموالية، ألا وهي مرحلة تحرير الجوهر. في تحرير الجوهر حاولت أن أجمع أفكار وشواهد العنصر الأول في خانة، أفكار وشواهد العنصر الثاني في خانة، وأفكار وشواهد إبداء الرأي في خانة. إذن العنصر الأول، إن المصادر التي ينطلق منها كتاب الأقصوصة في بناء إنتاجهم الأدبي متنوعة مختلفة، غير أن الواقع يعد من بين أهم المصادر التي ينهل منها هؤلاء مواضيعهم، لذلك سميت بعض الأقاصيص بتسمية الأقصوصة الواقعية لما تطرحه من قضايا اجتماعية وأخلاقية تنبثق من الواقع الذي يعيشه الكتاب مشرقا ومغربا. لاحظوا أنني صغت يعني فقيرة تمهيدية لأشرع بعدها بالإجابة عن إشكاليتي. حاولوا أن تأخذوا مثل هذه النصائح لكي تبنوا مقالا أدبيا متميزا ومن أجل الحصول على عدد جيد جدا. الآن طبعا القضايا الاجتماعية أنتم لن تكتبوا هكذا، وإنما سيكون عملا مترابطا، فقط أنا لكي أوضح. تطرق رواد الأقصوصة إلى بعض القضايا الواقعية لتكون بذلك الكتابة الأدبية مرآة للواقع الاجتماعي الذي ينخره الفساد وينتشر فيه الجهل والبطالة والفقر. إذ نجد محمود تيمور
في أقصوصته نبوت الخفير على سبيل المثال. الآن بدأت في التحليل وفي تقديم الشواهد. يصور لنا واقع فئة مهمشة من المجتمع المصري، وهي فئة الباعة الجوالين الذين يصارعون الحياة من أجل لقمة عيش كريم، كما وجدناه يطرح قضية الأطفال الذين يعانون التهميش والاستغلال الفاحشة. فالصبي الأحدب، الآن لاحظ أنا أفسر وأعطي هذا عبارة أنه شاهد، فالصبي الأحدب الذي لم يتجاوز العاشرة من العمر أجبر على العمل، والأصل أفسر علي أن أحلل، والأصل أن مكانه مقاعد الدراسة. كما نجد تيمور، ماذا وجدناه يفعل السيد محمود تيمور؟ كما وجدنا تيمور كذلك في أقصوصة عروس من قطن. إذن أنا الآن أمامي ما شاء الله من المجموعات القصصية، يعني ما يقارب 9 مجموعات قصصية، منها الأجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران، منها دوما ود حامد للطيب صالح، منها سهرت منه الليالي لعلي الدعاجي، منها الطاهر جيجا نسور وضفادع، منها كل عام وأنتم بخير لمحمود تيمور. إذن لدي العديد من المجموعات القصصية الآن أمامي التي أردت أن أفيدكم بها وأن تأخذوا منها ما ينفعكم. تقول لي لم أدرس أقصوصة عروس من قطن، تستطيع أن تستفيد منها من خلال هذا العمل. واضح؟ إذن كذلك في أقصوصة عروس من قطن، سؤال آخر يمكن أن يرد إلى ذهنك عزيز التلميذ، وهو قولك يعني إن كتبت عروس من قطن هل أن الأستاذ سيعتبرها إجابة صائبة؟ نعم، حاول أن تكتب كما فعلت أنا هكذا، حاول أن تبين لأستاذك ماذا؟ أنك لا تقتصر على ما يعطى إليك في القسم، لست أنت آلة للحفظ وآلة للإعادة ما أعطي إليك، هذه بضاعتكم ردت إليكم، لا، أثبت إلى أستاذك أنك اجتهدت وأنك بحثت عن المعلومة. واضح؟ أنك كونت أيضا نفسك بنفسك. طبعا ستوظف شواهد مما درست، وهذا شيء منطقي. ها نحن قد تحدثنا قبل قليل عن محمود تيمور في أقصوصة نبوت الخفير، الآن سأوظف أقصوصة أخرى مما درست. واضح؟ إذن كذلك في أقصوصة عروس من قطن من مجموعته القصصية كل عام وأنتم بخير، يطرح قضية تزويج القصري، وهذا نقد لاذع لواقع بعض المجتمعات العربية التي تعمد إلى حرمان الفتيات من طفولتهن بالزواج المبكر، ربما لأسباب مادية بحتة. لاحظوا أنني أحلل، علي أن أحاول أن أؤول أيضا بعبارة ربما، لربما، لعل. وضح، وأعطي موقفا. إذن قلنا ربما لأسباب مادية بحتة، إذ يقول متحدثا عن ريحانة بطلة الأقصوصة، وفي 15 من عمرها جرى في شأنها حديث الزواج. الآن ربما أنتم تتساءلون لماذا لونت هذا بلون مغاير ووضعته بين ظفرين. نعم، هكذا أوظف الشاهد في الأقصوصة، هكذا أوظفه، يجب أن يكون توظيف الشاهد توظيفا سليما، توظيفا متقنا، توظيفا إبداعيا. واضح؟ هذا يقدر عليه أي تلميذ، فقط ما عليكم إلا المرنة ثم المرنة، وأيضا عليكم المواصلة معي بإذن الله في السنة المقبلة كي أدعمكم وأضيف لكم ما يمكن إضافته لتصلوا إلى مرحلة البكالوريا بإذن الله. كيف؟ تصلون ممتلئين وتصلون إذن متمكنين، لا تحتقروا شيئا، عليكم العمل ثم العمل على تكوين أنفسكم. نعود إذن، هذا شاهد يمكن أن تحفظه عزيزي التلميذ. إذن وكذلك الشأن في أقصوصته، لاحظوا العبارات التي أستعملها، كذلك الشأن بالإضافة إلى، يعني حاولوا أن توظفوا مثل هذه العبارات. وكذلك الشأن في أقصوصته ورقة النصيب التي تطرق فيها إلى انتشار ظاهرة اجتماعية خبيثة مفادها التواكل والربح السهل من خلال القمار، إذ أن بطله، إذن هنا سأعطي شاهد، في شغل شاغل بهذه الحياة الصاخبة الزاخرة بألوان المضاربات،
فهو يمارس أنواعها وضروبها ما وجد إلى ذلك سبيلا السبيل. ولما يحد علي الدعاجي في أقصوصة موت العم باخير عن هذا السياق، العم باخير درستموه في السنة الثامنة أساسي، إذن عن هذا السياق، إذ نجده يطرح قضية التفاوت الاجتماعي، فكان بطله من الطبقة المهمشة، فهو قد كان يسكن مخزنا وهبه له أحد أثرياء الحارة. لاحظوا أنني وظفت شاهدا. كما طرح في نفس المجموعة القصصية وتحديدا أقصوصة كنز الفقراء قضية الفقر والخصاصة التي تعاني منها بعض العائلات العربية، لنجد بطلي الأقصوصة وهما زوجان ما بهما بلا أرض ولا بيت ولا قفة ولا خبز. وطرح الطيب صالح في أقصوصة دوما والدحامد قضية التعاون والتآزر. أما الطاهر جيجا فقد عبر عن نقيض ذلك، اطرح قضية انتشار الجوع. لاحظوا هنا التمشي المنطقي الذي استعملته. في البداية تحدثت عن ماذا؟ تحدثت عن التعاون والود بين المجتمعات، بين مكونات المجتمع. الآن جئت بعكس ذلك وذكرت هذا، وهذا ما يكشف ماذا؟ إذن حسن الانتقال والوعي وأيضا الإبداع في طريقة الكتابة. تقولون لي يعني أستاذ أنت أستاذ لذلك كتبت هكذا، هذا العمل مرتجل. والله العظيم يعني لم أنم الليلة وأنا أنجزه من أجلكم، لكن عليك أن تضع في ذهنك أنك قادر على إنجاز أفضل من هذا. واضح؟ أنت قادر على أن تنجز عملا أفضل من هذا العمل، وكن على يقين من ذلك. نواصل. إذن على عبر عن نقيض ذلك، إذ طرح قضية انتشار الجوع وغياب اللحمة الاجتماعية التي كانت خاصية من خصائص المجتمعات العربية، وذلك من خلال أقصوصته بطن يتحدث. ويتضح ذلك من خلال قول بطل الأقصوصة: أمشي في الزقاق مشية الأعيان مترنحا، البطن خاو والذهن سقيل. وطرح جيجا في أقصوصته وصية الأقصوصة اسمها وصية، قضية البطالين العاطلين المعدمين المرهقين. شأنه شأن ميخائيل نعيمة في أقصوصة صادق. هنا أقصوصة صادق درسناه، سأوظفه. إذن أنا روحت بين أقاصيص درسناها في القسم وأقاصيص درستها بمفردي. هذا هو المطلوب، هذا ما سيكسبك عددا جيدا. إذن شأنه شأن ميخائيل نعيمة في أقصوصة صادق، الذي يئس من البطالة ليبلغ به الحد إلى التفكير في الانتحار، فكانت الأقصوصة ناطقا بواقع حال هؤلاء. لاحظوا أنني وضعت ثلاث نقاط، ذلك أننا قادرون على الإضافة، لكن هذا أعتقد أنه يكفي. نمر الآن إلى العنصر الفرع الثاني من العنصر الأول، ألا وهو القضايا الاجتماعية والأخلاقية. الآن أنجزنا القضايا الاجتماعية، سنمر للقضايا الأخلاقية. كيف أمر إليها؟ طبعا أمر إليها بجملة تمهيدية. لاحظوا كيف انتقلت. ولما كان الواقع الاجتماعي على هذه الحال في معظم الأقاصيص، فإن تأثيره على الأخلاق أمر منطقي، إذ يعد الأول سببا والثاني نتيجة، ذلك أن تدني الوضع الاجتماعي ينتج عنه تردد في أخلاق المجتمع. لاحظوا أنني ربطت بين القضايا الاجتماعية والقضايا الأخلاقية، واعتبرت أن القضايا الاجتماعية سبب، القضايا الأخلاقية نتيجة لماذا؟ للسبب وهو القضايا الاجتماعية. إذن ولعل هذا، لاحظوا استعمال لعل ربما كما قلت لكم، ما طرحه محمود تيمور في أقصوصة مجنون التي تعرض فيها إلى قضية الخيانة الزوجية من خلال قصة الطبيب الذي عشق زوجة مريضه، فخان مريضه وخالف الميثاق الأخلاقي الذي تنص عليه مهنته. وتطرق علي الدعاجي في أقصوصته قتلت غاليا إلى نفس القضية، لنجد غالية تخون رجب مع غريمها.
أما في أقصوصته على شاطئ حمام لنف، فقد تعرض الدعاجي إلى قضية تدني الأخلاق وتغير القيم من خلال تصويره لأجساد المصطافين على شاطئ حمام لنف بقوله إذن: والمستحمون رجالا ونساء خالعون ملابسهم وحياءهم. عبد الحميد جودة السحار في أقصوصة أمانة عن قضية السرقة والخيانة. ووضعت لكم إذا مطة وثلاث نقاط، هذا إذا يمكن أن أضيف إن شئتم. الآن بعد أن حللت العنصر الأول من عناصر التحليل بفرعيه أو بجزئيه، القضايا الأخلاقية والقضايا الاجتماعية، علي أن أنجز ما يسمى بالتأليف الجزئي، وهو ضروري ويكسب عليه عدد. التأليف الجزئي: لقد سعى رواد الأقصوصة إلى تعرية الواقع قصد تصويب ما فسد منه، فكانت المشاغل موحدة، غير أن طرح هذه المشاغل لم يكن نقلا ساذجا بسيطا، وإنما تطلب تنويعا في الأساليب والتقنيات. وهنا مهدت إلى ماذا؟ إذن ألفت ومهدت للعنصر الموالي من عناصر ماذا؟ من عناصر التحليل الجوهر، يعني أقصد التحليل، وهو الخصائص الفنية المتنوعة والأسلوب الطريف. حاول كتاب الأقصوصة التعبير عن قضاياهم من خلال خصائص فنية متنوعة وباستعمال أسلوب طريف. هنا تمهيد لهذا العنصر. إن الناظر في الأقصوصة بصفة عامة يرصد سعي روادها الحفيف إلى تنويع الخصائص الفنية المعتمدة في إنتاجهم الإبداعي. أما الأقصوصة الواقعية فقد اختصت بخصائص فنية جعلتها تتفرد عن بقية الأجناس الأدبية. وفي نص الموضوع وجدنا مصطلح تتفرد وضع، فنجد الحجم على رأس هذه الخصائص. وتجدون كما قلت في موضوع في فيديو على قناتي كيف أدرس الأقصوصة، ستجدون فيه أنني تحدثت عن الخصائص الفنية وتحدثت أو أشرت إلى الخصائص المضمونية. فالأقصوصة أقل حجما من بعض الكتابات الأخرى، ورغم ذلك قدرت على أداء مهمتها النقدية بامتياز. وليس هذا وحسب، وإنما تعتبر خاصية البناء التي يعمد فيها الكتاب إلى تنويع بنية الأقاصيص خاصية أخرى من خصائص الأقصوصة، إذ يتخير البعض الانطلاق من النهاية والختم بها فيما يسمى بالبناء الدائري الذي اعتمده محمود تيمور في أقصوصة الحاج شلبي، أو بناء التداول والذي تجسد في نبوت الخفير التي جمعت قصتين بالتداول، أي لاحظوا سأفسر، أي قصة الباعة الجوالين ورجال الشرطة وقصة الغلام والمعلم. وضع يعني حاول أن تتقن. كما تعتبر أركان القص من زمان ومكان وشخصيات وأحداث، لاحظوا أنني ذكرت أركان قص وفصلت المجمل ثم التفصيل، هذه كلها أساليب في الكتابة وفي التعبير، من الخصائص الفنية التي جعلت من الأقصوصة تنال المنزلة التي هي عليه. وعلى الرغم من اشتراكها في هذه الخصائص مع بقية الأجناس، يعني مسألة أركان القص، فالرواية فيها أركان قص، المقام فيها أركان قص، النادرة فيها أركان قص، الخبر فيه أركان قص، والأقصوصة فيها أركان قص، لكن الأقصوصة تختص ببعض الخصائص منها ما يلي. إذن فإن لهذه الأركان ميزات تختص بها، منها حسن اختيار شخصيات الأقصوصة والتي غالبا ما تكون قليلة العدد. أحيانا نجد شخصية واحدة في الأقصوصة أو ثلاثة شخصيات على أقصى تقدير. إذن حاملة لأسماء لئن كانت في ظاهرها تكسب الشخصية بعدا واقعيا، فإنها في الباطن حمالة لرموز ودلالات تخدم القضية المطروحة. وزيادة على هذا
فإن الأقصوصة تتسم هنا، طبعا عذرا، هنا يمكن أن نتحدث عن شاهد مثل اسم صادق، كيف هو اسم يحيل على اسم إنسان واقعي، ولكنه أيضا يرمز إلى الصدق والأمانة وغيرها. وزيادة على هذا، فإن الأقصوصة تتسم بوحدة المكان، هذه خاصية من خصائص الفنية للأقصوصة، وحدة المكان. كمثلا وحدة المكان، نعم، وغياب الدقة في الزمان واختزاله، وذلك لتكون أكثر تعبيرا عن القضايا المطروحة. هنا يمكن أن نوظف شاهد، والشاهد لا ينبغي أن يكون مثلا على شارع السلسبيل. مثلا أقول: إذ دارت أحداث أقصوصة نبوت الخفير في مكان واحد، ألا وهو بين ظفرين، بلون مغاير، لأنه شاهد من النص على شارع السلسبيل. نعم، يمكن أن نوظف شاهدا في كلمة هكذا، هذا اسمه شاهد أيضا، كلمة واحدة رأيتها هي شاهد. وزيادة على هذا، فإن الأقصوصة كما قلنا نعم، أما الأحداث فتتميز ببنائها على مبدأ الفجائية والتلاعب بترتيبها، أحيانا بالاستباق وأحيانا أخرى بالاسترجاع. فأحداث الأقصوصة تكون مختزلة كذلك، كي تشد القارئ وتيسر له فهم الموضوع دون ملل أو إزعاج. كما يعتبر تنويع أنماط القص كذلك من خصائص الأقصوصة الفنية، إذ يحضر السرد فيكون خطيا في بعض الأقاصيص وغير خطي في أخرى، من خلال توظيف الاستباق والاسترجاع. وكذلك الشأن بالنسبة للوصف والحوار، اللذين يحضران بكثافة في بعض المشاهد ليضطلعا بدور تعريف الشخصيات أو وصف الأمكنة أو التعبير عما يخالجها ويدور بداخلها. فكما فعل الحوار الباطني الذي افتتح به أو الذي افتتح به ميخائيل نعيمة أقصوصة صادق، وأعطي الشاهد: ذات ليلة خاطب صادق نفسه. ماذا خاطب وماذا قال لنفسه؟ هذا شاهد حرفي. فقال: لم يبقى أمامك يا صادق إلا الانتحار. عذرا، لم يبقى أمامك يا صادق إلا الانتحار. الآن سأمر إلى الأسلوب الطريف، طبعا علي أن أمهد لذلك. لأن كانت الخصائص الفنية في الأقصوصة تعد عنصرا مشتركا بين الأقاصيص، فإن التصرف في هذه الخصائص يعد ميزة يتفرد بها كل سارد قصد التأثير في القارئ وشده. وهذا ما يتطلب أسلوبا طريفا في القص، يبنى بالأساس على تنويع طرق القص من خلال السرد مثلا، إذ كلما كان السرد مخالفا للتمشي الخطي كلما كان أفضل وشد القارئ، هذا بالإضافة إلى تنويع قنوات الوصف والصفات والموصوفات، مما يخلق صورا كاريكاتورية ترسم بالكلمات، كما فعل علي الدعاجي في أقصوصته على شاطئ حمام الأنف التي رسم فيها مشاهد كاريكاتورية مضحكة تجعل من القارئ منشرح الصدر، إذ يقول واصفا امرأة وابنها من ركاب القطار: كانت عربة القطار مكتظة بجسم امرأة من الوزن الثقيل والثقيل جدا، وما زادها ثقلا أنها كانت ترتدي ثوبا أحمر. ولا يقتصر الأسلوب الطريف على هذا وحسب، وإنما يتشكل كذلك من خلال تنويع عوامل التشويق التي يخلقها السارد في أقصوصته، كصدمة القارئ بتغييب النهاية أو صياغة نهاية مخالفة لتوقعاته، كما فعل علي الدعاجي في أقصوصته. يعني الأسلوب الطريف يتمثل في كيفية التصرف في الخصائص الفنية من خلال خلق التشويق، من خلال كذلك التصرف في السرد، من خلال تكثيف الوصف والفكاهة في الأقصوصة، وكذلك في النهايات التي في الغالب تكون إما محذوفة ويترك السارد القارئ إذن في عملية تفكير لصياغة خاتمة،
وهنا يمكن أن نناقش أو نبدي رأينا بعد قليل في ذلك. هل أن كل القراء إذن قادرون، هل أن كل القراء قادرون على صياغة خاتمة؟ واضح. إذن نواصل وكذلك إذن بصياغة نهاية مخالفة للتوقعات، كما فعل علي الدعاجي في أقصوصة قتلت أو قتلت غالية، التي فاجأنا فيها بقتل البطل لحبيبته التي لم تخنه قط. يعني غالية لم تخنه أصلا، غالية لم تخن حبيبها، وإنما هو أساء الظن فيها وقتلها. واضح. لكن في بداية في بداية الأقصوصة وفي وسطها وحتى قريبا من الخاتمة من خاتمتها، نجده يعني نجد الكاتبة الدعاجي ماذا يفعل؟ يقول لنا أن غالية كانت تخون صالح الرجل. كما تتشكل الطرافة من خلال بساطة اللغة التي تكون في متناول الجميع، مما يمنح الأقصوصة شهرة أكثر، لنجد بعض الكتاب يستعملون اللغة العامية كما فعل تيمور في أقصوصته نبوت الخفير حين أنطق الغلام باللهجة المصرية في قوله يا خبر اسود. وعندما نشرح هذا الدرس فإنه من يقرأ نبوت الخفير ويقرأ مداخلة الغلام وهو في حالة نوم، يعني يخبر اسود، يعني يحاول أن يتقن نطقها، وهذا إذن ما يدل على نوع من الطرافة في كتابة النص النص الأقصوصة. أو اللغة الأجنبية كما فعل الطيب صالح الذي استعمل الإنجليزية في دوما ودي حامد. طبعا يمكن أن أذكر أسبابا أخرى من أسباب أو مظاهر أخرى من مظاهر الطرافة، لكنني اكتفيت بذلك. هنالك سؤال أكيد يسأل الآن، إن كان الموضوع متعلقا بنبوت الخفير فقط فهل سيكون على هذه الشكلة؟ نعم سيكون على هذا النحو. يعني ستتحدث عن ماذا؟ ستتحدث عن القضايا التي تطرحها أقصوصة نبوت الخفير. وإن كانت لك أسئلة اكتبها أسفل هذا الفيديو وسأجيب عنها بإذن الله على الساعة ربما الثالثة مساء، وطبعا بعدها ستجيب عن هذه الخصائص الفنية التي هي نفسها ستجدها في أقصوصة نبوت الخفير فقط مع دعم ومزيد من التوسع. الآن سننجز تأليفا جزئيا. تمكنت الأقصوصة بفضل تنوع الخصائص الفنية وحسن توظيفها من شد القارئ ودعوته إلى استيعاب القضايا التي تطرحها دون ملل أو كلل. يمكن أن نتوقف عند هذا، يعني إن كان موضوعنا تحليليا لا يوجد فيه إبراز موقف أو إبداء رأي، فإنك تستطيع أن تقف عند هذا الحد. إذن بعد هذا التأليف الجزئي تقوم بماذا؟ تقوم بتأليف كلي. أما نحن فموضوعنا جدلي، يعني هنالك إبداء للرأي، لذلك سنمر إلى مرحلة إبداء الرأي. أفكار وشواهد العنصر الثالث، يعني إبداء الرأي. القضايا الاجتماعية والأخلاقية التي تطرحها الأقصوصة، في هذا سنبدي رأينا. لم تقتصر الأقصوصة على معالجة القضايا الاجتماعية والأخلاقية وحسب. هل أن الأقصوصة طرحت لنا أو عالجت المواضيع الاجتماعية والمواضيع الأخلاقية فقط؟ طبعا لا، وإنما عالجت قضايا سياسية وقضايا فكرية، قضايا اجتماعية، قضايا دينية، قضايا فلسفية، قضايا وجودية، يعني عالجت أصناف متعددة من القضايا. هذا ما يمكن أن تذكره. إذن وإنما تناول الكتاب مواضيع تخص السياسة والفكرة والثقافة، لنجد أقصوصة المروذ والثور تطرح قضية حضارية متعلقة بهوية بلاد الأندلس، كما أشار جبران خليل جبران في مجموعته القصصية الأجنحة المتكسرة إلى قضايا أخرى من قبيل القضايا الروحية والدينية. يمكن أن تفصل هنا. طبعا في إبداء الرأي ستلاحظون ماذا سأقول لكم بعد قليل، إن بعض الأقاصيص لم تكن طريفة في أسلوبها وغير واضحة في دلالتها، وكذلك إن بعض الأقاصيص التي إذا يترك فيها الكاتب أو السارد مجال تخيل الخاتمة للقارئ،
فإن القارئ قارئ اليوم بالأساس إذا يعاني إشكالية في التخيل، ولذلك إذا سيفشل صاحب الأقصوصة من جعل القارئ عنصرا فاعلا وعنصرا مشاركا في بناء النص الأقصوصة. وضع ملاحظة: إبداء الرأي ينبغي أن نستعمل فيه ضمير المتكلم مع ضرورة استعمال عبارات تعبير عن الرأي من قبيل. من وجهة نظري أعتبر أن ربما لو، يعني حاول أن تستعمل عبارات تدل على إبداء للرأي. وضع: بعد أن قمت بإبداء الرأي وهو قصير أقصر من عناصر التحليل، الآن ستنجز تأليفا كليا. التأليف الكلي وهو كالتالي: تضافرت الخصائص الفنية والأسلوب الطريف من أجل طرح قضايا متنوعة. تختلف الطرق والأساليب بين أقصوصة وأخرى وبين كاتب وآخر، بيد أن الهدف واحد وهو التعبير عن المشكلات التي تؤرق الكتاب في ذلك العصر. يعني أن كتاب الأقاصيص صحيح أنهم اشتركوا في مسألة أو اختلفوا في بعض الأساليب وبعض الخصائص، لكنهم يشتركون في هدف واحد، هدف نبيل، هدف نزيه، هو جعل الأقصوصة وسيلة وأداة إذا تنقد الواقع وتصوب ما عوج فيه. البعد الإنساني في كتابة الأقصوصة، يمكن أن نختم تأليفنا بالبعد الإنساني في كتابة الأقصوصة. هكذا إذن أنهينا الجوهرة بصفة عامة بتحليله وإبداء رأيه. الآن نمر إلى صياغة الخاتمة. كما قلنا الخاتمة تبدأ بخاتمة خاصة وصولا إلى الخاتمة العامة. إذن إن قدرة الأقصوصة العربية على لعب وظائف متعددة على رأسها النقد والإصلاح إضافة إلى الترفيه والسخرية يكشف مدى تطور هذه الكتابة التي أضحت لها هويتها العربية الخاصة والتي يتفنن في تشكيلها سارد ينوع من مظاهر حضوره في نصه الأدبي ليكون محايدا حينا ومنحازا أحيانا أخر كلما تطرق إلى قضايا تمس الإنسان. أمر بعدها إلى فتح الأفاق وهو بالسؤال التالي: فهل من الضروري أن يكون السارد في الأقصوصة محايدا؟ سؤال إذن يفتح إشكالية لموضوع آخر. الآن بعد أن أنجزت كل هذا على ورقة الامتحان وربطت ووضعت علامات التنقيط في مكانها ولونت ما يستحق التلوين، فإنه عليك أن لا تسلم الورقة للأستاذ، وإنما عليك أن تراجع عملك وتنظر في ما وقعت فيه من أخطاء أو ما تنسيته أو ما وقعت فيه من هنات جراء النسيان أو قلة التركيز، وبناء عليه عليك أن تقوم بمراجعة وتصويب للأخطاء الموجودة في العمل. هذا يجنبك طبعا حذف نقاط أو حذف أعداد متعلقة باللغة، واللغة والأسلوب إذن يسند عليهما عدد 5 نقاط. تخيل أنك 5 نقاط إذن تأخذ منها نقطتين أقل شيء، يعني هذا شيء جيد جدا بدل أن تأخذ 0.5 أو 1 أو حتى 1.5، هذا رديء للغاية، قادر على أن تتحصل على عدد متميز في المقال الأدبي. المطلوب ما هو؟ فقط الاجتهاد ثم الاجتهاد والعمل بالنصائح التي أشرت إليها. هكذا نختم هذا العمل، عملا موفقا للجميع. أعتذر مجددا عن التأخير في تحميل هذا المقطع لأسباب خاصة جدا. أرجو منكم لدعم هذه القناة ودعم أستاذكم العزيز الذي يعمل جاهدا لتوفير كل ما تحتاجونه مجانا، وأكررها مجانا لوجه الله،
فما أطلب منكم إلا دعوة خير، ثم أطلب منكم كذلك دعوة أصدقائكم وإرسال هذا المقطع بالذات إلى كل تلميذ تعرفه يدرس أولى ثانوي كي يستفيد وكي يأخذ من نصائحي ما يفيده وما ينفعه. واضح؟ شكرا لكم. إن كنت غير مشترك بالقناة لا بأس في الضغط على زر الاشتراك كي يصلك كل جديد، فمسيرتنا لم تنتهي بإذن الله ولن تنتهي، لأننا سنبقى أصدقاء وسأبقى إذن أستاذكم المرشدة والناصحة إلى أن تصلوا إلى مرحلة البكالوريا بإذن الله. شكرا لكم، بالتوفيق. تحية الأستاذ أحمد الطيف، وفق الله الجميع، وإلى اللقاء. أذكركم من يرغب في نسخة بصيغة PDF رجاء إرسال رسالة على الخاص، أو ستجدون إذن رابطا أسفل هذا الفيديو إن شئتم في نسخة PDF، اكتبوا لي ذلك وسأمدكم بنسخة إن شاء الله. شكرا لكم، بالتوفيق، إلى اللقاء.